بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اليوم بمجلس النواب تم عقد لقاء مشترك أو جلسة مشتركة بين لجنتي المالية لكل مجلس النواب ومجلس المستشارين برئاسة رئيسي المجلسين، وكذلك بحضور السيد وزير الميزانية، وذلك تفعيلا في المادة الفصل 70 من الدستور والقانون التنظيمي للقانون المالية. وهذه الجلسة المشتركة تأتي في إطار تنزيل الخطاب الملكي السامي عقب الزلزال المدمر الذي ضرب حوالي 6 ديال الأقاليم بالمملكة المغربية، وهناك أقاليم أخرى الذي أيضا همتهم هذه الهزة، ولكن الأضرار كانت خاصة بهذه الأقاليم المذكورة، وكانت أضرارا جسيمة، وكانت مناسبة لقراءة الفاتحة على الشهداء والترحم على الموتى، كذلك للدعاء للمصابين والجرحى، وكذلك الدعاء للمكلومين الذين رزئوا في أهاليهم. وهذه يعني مصيبة أصابتنا، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. فهذا الاجتماع هذا جاء كما قلت بأنه تنزيلا للخطاب الملكي بإحداث حساب خاص لتداعيات ومعالجة تداعيات هذا الزلزال المدمر، سواء فيما يتعلق بإعادة تأهيل المنازل أو إعادة بناء المنازل التي همتها الهدم، وكذلك فيما يتعلق بالمسائل المستعجلة اللي عندها علاقة بالتغذية، وكذلك الإطعام والأدوية، وكذلك التكفل بالأشخاص في وضعيات صعبة من مسنين وأرامل وأيتام. ولهذا يعني هذا الحساب الذي تم فتحه لديه موارد ولديه يعني مصاريف، فتم هذه اللجنة لإخبار الحكومة للبرلمان، كانت فرصة للتعبير عن تضامن البرلمان مع كافة الشعب المغربي الذي أبان على روح كبيرة للتضامن، بحيث الآن يعني الجميع هب للمساعدة والمساندة بالكثير أو القليل، وقد رأينا أن هناك مسيرة من الشاحنات الموجهة أو متوجهة إلى هذه المناطق المنكوبة. فقط يعني لدينا بعض الملاحظات، وهو ما علاقة هذا الحساب هذا خاصة فيما يتعلق بالموارد الذي يجب أن يستفيد من صندوق الكوارث. هذا صندوق موجود وبه موارد حوالي 4 مليار ديال الدرهم، وكذلك يستفيد من 1% من عقود التأمين، فهذه الموارد يجب أن تذهب إلى هذا الصندوق. ثم هناك مسألة التي أشار إليها وزير الميزانية فيما يتعلق بالتحويلات إلى بنك المغرب والخزينة التي يقوم بها المواطنون كأشخاص ذاتيين أو كمؤسسات، فبعض الأبناك يعني عمدت إلى اقتطاع الخدمة، وهذا يعني مسألة غير منطقية، ولكن أجاب على هذا، قد تم معالجة هذا الأمر بحيث أن الأبناك سيقومون بهذه الخدمة مجانا. أيضا المطلوب أن مجموعة من الجمعيات يتوجهون بالمساعدات، فالمطلوب من المسؤولين المحليين أن يسهلوا هذه العملية من خلال تيسير التراخيص والمسائل الإدارية، لأن الحاجة كبيرة بمجموعة من المناطق والدواوير الذين يحتاجون إلى الأغذية والأغطية وكذلك الخيام إلى آخره. فبعض المسؤولين يجب عليهم أن يسهلوا هذه التراخيص أو يتجاوزوا عنها في إطار القانون 18-18 للضرورة القصوى، وكذلك المساعدة على دفن الجثامين في أقرب الأجل، بأن هناك مجموعة من المناطق التي لا زال ينتظرون الناس حتى يدفنوا ذويهم. وفي الأخير يجب أن تعم المساعدات جميع المناطق، ولا يجب التركيز على منطقة، على يعني بخلاف المناطق الأخرى، فهناك ورزازات، هناك ترودانت، هناك شيشاوة، هناك، فهذه أيضا يعني يجب التركيز عليها. طبعا هناك المناطق المتضررة جدا مثل يعني المناطق مراكش والحوز والمناطق الأخرى، ولكن يجب أن تعم هذه المساعدات وأن تهب الحكومة وتسرع في إيصال هذه المساعدات إلى جميع المناطق، خاصة أنه بعض المناطق لم تصلها بعد المساعدات.